نعم أهلا. لا 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 نعم أهلا وسهلا. نعم موجود. عبد الله، يا عبد الله تعال رد على الهاتف. ألو. نعم نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لك يا رب. شكرا شكرا. أنا سعيد سعيد سعيد. أنا سعيد سعيد سعيد. عبد الله عبد الله. نعم أنت عبد الله لا سعيد. أنا سعيد لأن زوجتي وضعت لي مولودا جديدا. مبارك يا عبد الله. شكرا مبارك. شكرا شكرا. مبارك يا عبد الله. شكرا يا هشام. مبارك. شكرا مبارك. شكرا يا حمد. تفضلوا تفضلوا اشربوا لهذه المناسبة السعيدة. شكرا مبارك يا عبد الله. شكرا بالهناء والشفاء جميعا. بالمناسبة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحدنا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هذا جميل جدا. أنيس. نعم ماذا؟ أنا سأضع هذه الرسالة في البريد. سامع ها؟ سامع وأنا سأتدرب على الطبول. جيد. أنيس 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 أنيس. ماذا؟ أنيس سأضع رسالة في البريد لكن ليس معي مفتاح، وعندما أعود أدق الباب. فاهم ها؟ فاهم. جيد. تفضل. لقاء جميل. دم 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 دم. أوه هذا عظيم، إيقاع جميل، لكن عندي غيره. اسمعوا هذا أيضا، هذا جميل. إيقاع صعب ولكنه جميل. وهذا إيقاع آخر سأعمل مثله. جيد. أنيس. هاي شخص يدق الباب. هل هو؟ لحظة واحدة، يمكن أن يكون باد. أبد، أنت تدق الباب؟ أنا أدق الباب، لا عمي دق الباب. نعم أنا، من غيري؟ وقفت مدة طويلة على الباب. لكن بدر، ولكن كان إيقاعا جميلا. فكرة جميلة وممتازة. أنا أدق الطبول وأنت تدق الباب. هيا يا بدر، هيا ندق. Thank you.
عندما تحين العطلة الصيفية في الجزائر يذهب الطلاب والطالبات إلى المخيم الصيفي حيث يقومون بنشاطات مختلفة مثل الأناشيد الوطنية والذهاب إلى شاطئ البحر لكي يلعبوا في الهواء الطلق. ما أسعدهم. دخل ضفدع مسابقة ضحك نظمها الحرف ضاد. كان ضئيلا جدا وضعيفا جدا وليست له فرصة في الفوز. لم يقدر القاضي أن يقرر من الفائز. فجأة هبط ضباب جعل الجميع لا يرون شيئا، ومن خلال الضباب خرجت ضحكة كبيرة. كان القاضي هو الذي يضحك. ضحكته القوية أزالت الضباب وظهر الضوء ثانية. وهل تعرفون لماذا كان يضحك؟ كان الضفدع في جيبه يدغدغ ضلوعه. وافق الجميع على أن القاضي هو الفائز، لكنهم أعطوا الضفدع الضئيل والضعيف جدا شارة ضخمة لأنه ساعده. إن ذلك كله بفضل أمي وأبي والحرف ضاد. كل منكم في يده شيء، وعليه أن يبحث عن مشابه له في الصورة. هيا يا ناصر، ما هذا؟ شجرة. هيا ابحث عن شجرة مشابهة لها في الصورة. هذه. صح، هذه الشجرة تشبه هذه الشجرة. وأنت يا عبير، هذا قارب، ابحثي عن قارب مشابه له في الصورة. هذا. صح، هذا القارب يشبه هذا القارب. وأنت يا بدور، ابحثي عن بيت مشابه له في الصورة. هذا. عظيم، هذا البيت وهذا البيت متشابهان. وأنت يا عائشة؟ هذه. عظيم، هذه السيارة تشبه هذه السيارة. وأنت يا نعمان؟ سمكة. سمكة. عظيم، ابحث عن سمكة مشابهة لها في الصورة. ها، وجدتها؟ لا، السمكة التي تشبه سمكتي أظنها دخلت في الماء. لا يا نعمان، انظر، هذه هي السمكة. هذه السمكة تشبه هذه السمكة. هذه لا تعجبني. انظري انظري، سمكتي كبيرة وهذه صغيرة.
الموت. هيلي تحت للشمال لليمين، حرك فرشاة الأسنان لفوق لتحت للشمال لليمين. نظف أسنانك بالمعجون، تحفظها من سوس ملعون. تبدو كاللؤلؤ بيضا صبحا، نظفها ومساء لفوق لتحت للشمال لليمين. نظف أسنانك بالفرشات، تلمع كالنور وكالنجمات. تبدو كاللؤلؤ بيضا صبحا، نظفها ومساء لفوق لتحت الشمال لليمين. أهلا، أنا كامل الضفدع، واليوم سأحدثكم عن كلمة متماثل. حسنا، شيئان متماثلان يعني الواحد مثل الآخر. نعم، انظروا إلى هذين الشكلين، أحدهما مثل الآخر، ولذلك نقول متماثلان. لكل أربعة أضلاع، فحجمهما واحد وشكلهما واحد، إذن هما. ماذا تعمل هنا؟ ماذا ما هذا؟ هيه ابتعد من هنا، أنا أحاول أن أشرح أن هذين متماثلان، ثم تأتي وتأكل قطعة منهما. انظر ماذا فعلت، إنهما الآن مختلفان. هذا الأول لا يزال كما هو، ولكن ذاك مختلف عنه. صح. مختلف. أوه، لأنك أكلت منه. لحظة. ماذا؟ دقيقة. ماذا؟ 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 حسنا، صار الآن متماثلين. والآن أين وصل؟ أوه نعم، حسنا، والآن كما ترون هذان الشيئان متماثلان تماما، لأنهما ليسا متماثلين. لماذا؟ لا، لماذا؟ ليسا متماثلين أبدا. لماذا؟ لأن هذه نعم لذيذة. لذيذة؟ نعم نعم، أما هذه نعم فمرة. نعم هذه لذيذة. أنتم عندكم لعب كثيرة تعمل على البطارية، أليس كذلك؟ وإذا لم تضعوا فيها بطاريات لا تعمل، صح؟ وإذا صارت البطارية قديمة وفقدت قوتها أيضا تتوقف اللعبة، صح؟ وحتى تشتغل ثانية تضعون لها بطارية جديدة، مضبوط؟ ولكن هل تعرفون كيف يصنعون البطاريات؟ في هذا المعمل نشاهد ذلك. هنا يصنعون البطاريات. لاحظوا كيف يفعلون ذلك. دخول. دخول. انظر يا نعمان، ما رأيك؟ يا سلام، إنهما جميلان. صحيح؟ نعم، ولكن لمن؟ لك ولحمد؟ لا، إنهما لأخي عادل وخطيبته مريم. هما اختارا الخاتمين وأنا اشتريتهما لهما هدية مني.
وماذا يفعلان بالخاتمين؟ كل منهما يلبس الآخر خاتمة في إصبع البنصر من اليد اليمنى، دليل الخطوبة. الخطوبة؟ يعني سيتزوجان قريبا؟ نعم، وبعد العرس يلبسان الخاتمين في بنصر اليد اليسرى. وهل ستقام الحفلة؟ نعم، حفلة صغيرة يحضرها الأهل والأصدقاء. وهل ستذهبين أنت وحمد؟ إن شاء الله. فاطمة؟ نعم فاطمة. نعم، أريد أن أحضر الحفلة. تفضل معنا. سأغني وأرقص. كثيرون سيرقصون ويغنون يا نعمان. نعم 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 نعم. يجب أن تدخل من هنا دخول. دخول، خروج، دخول. المسجد النبوي في المدينة المنورة، بناه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تحت هذه القبة الخضراء يرقد النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف. المسجد النبوي في المدينة المنورة أقدس مكان بعد المسجد الحرام للصلاة والدعاء. السلام عليكم ورحمة الله. هذه مسطرة تقدر أن تطويها، وعندما تطويها كلها يمكن أن تحملها في جيبك. يمكن أن تقيس بها الأشياء الصغيرة وتفتحها لتقيس الأشياء الكبيرة. المسطرة التي تطوى جميلة، ما رأيكم؟ رأيي جميلة. أين أنا؟
ابني ففتش عن الشرطي يدلك على الطريق. لكن أين أجد الشرطي؟ أوه لحظة، هذا شرطي. يا سيد الشرطي. أوه مصلح، أهلا مصلح، ماذا تعمل هنا؟ أيها الشرطي، أنا ضعت ولا أعرف الطريق إلى البيت. أوه مصلح، ألم تعرفني؟ أنا عمك صالح، انظر إلي. عمي صالح؟ لا أنت تلبس قبعة شرطي. عمي صالح لا يلبس قبعة شرطي. صح، لكنها جزء من ملابسي، لا ألبسها في البيت عندما تزورني، لكن ألبسها عندما أشتغل، لذلك لم ترها من قبل. انظر، سأخلع قبعتي حتى تتأكد. حسنا. أوه فعلا، نعم، بدون القبعة صار شكلك مشابها لعمي صالح. لكنك تلبس معطفا بأزرار لامعة وخطوط على الأكمام وغير ذلك. لا، عمي يلبس قميصا عاديا وليس معطفا مزينا. صح، أنا ألبس قميصا عاديا تحت المعطف مثل ما ألبسه في البيت عندما تزورني. ألبس المعطف في العمل فقط، لكن أنا نفس عمك. أوه. انظر، سأخلع المعطف الآن كي تتأكد. يمكن أن تخلع المعطف إذا أردت يا سيدي، لكن لا أعتقد. عمي صالح. نعم يا مصلح. عمي صالح، أنا مسرور جدا يا عمي. وأنا مسرور يا مصلح. لكن عمي، أريد منك شيئا. تفضل مصلح، ماذا شكرا. تريد؟ أنا ضائع، أرجو أن تفتش لي عن شرطي. مضحك وجه القرود، وهو مخلوق ودود. إنما القرد ذكي وأنا أهوى الذكي. مضحك وجه القرود، وهو مخلوق ودود. إنما القرد ذكي وأنا أهوى الذكي. وجهك المضحك هذا ليس يا قرد جميلة، غير أني يا صديقي لا أرى عنه بديلة. وجهك المضحك هذا ليس يا قرد جميلة، غير أني يا صديقي لا أرى عنه بديلة. ما رأك الناس إلا ضحكوا منك جميعا، طيب القلب وتبدو مرهف الحس وديعا. باحثا عنك تراني دائما مهما بعدت، لست يا قرد جميلا إنما المضحك أنت. مضحك وجه القرود، وهو مخلوق ودود. إنما القرد ذكي وأنا أهوى الذكي. حمد. نعم. كم عدد الضيوف؟ 5. وأنا وأنت يصبح العدد 7. نعم. إذن تفضل، هذه 7 صحون، وأنا سأذهب لأجهز غرفة الطعام. إذن سأعد الصحون. 1 2 3 4 5 6 7. 7 صحون. نعم يا نعمان، فاطمة أرسلتني تريد 7 علب. علب ماذا؟ عصير. حاضر. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7.
سبع علب عصير، تفضل. شكرا. تفضل. هذا هو العدد المطلوب للضيوف. لكل واحد علبة. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع. صحيح. متى يصل الضيوف؟ الموعد الساعة السابعة. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع. الساعة الآن السابعة. أنا مدعو عند حمد في الساعة السابعة. يا سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي بالتعاون الفني مع ورشة تلفزيون الأطفال بنيويورك. مع السلامة.